أدهشت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي جمهورها بمقطع فيديو نشرته مؤخرا عبر حسابيها على الانستغرام وسناب شات، حيث استعرضت عن قرب رشاقتها ونحافتها التي غيرت شكل قوامها تماما بصورة غير مسبوقة. فقد ظهرت أحلام بفستان ماكسي باللون الأزرق السماوي، زينته بحزام وسط رفيع أبرز بقوة نحافتها وقوامها الذي تغير تماما بعد امتثالها مؤخرا لنظام رجيم خاص ومواظبتها على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، كما أن شعرها القصير جعلها تبدو أصغر عمرا. كما أطلت أحلام بنفس الفستان أيضا في جلسة التصوير، حيث نسقته مع مطاف مخملي بلون الكشمير يصل طوله حتى ما بعد الركبتين لتبدو مشوقة القوام بقامة عالية، مما أدهش متابعيها لتنهال عليه التعليقات التي تمتدح شكلها الجديد خاصة وأنها احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها 52، لكن هيئتها الجديدة اختصت الكثير من السنوات لتنافس جميلات العشرين بشكلها الجديد.